بعد محطه نتقابل مع اهلنا وبنتعامل اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قطار مصر قطار مصر هيقف في المحطه اللي تناسبك اخبار كتير ومحطات كتير وحاجات النهارده كتير جدا هنتناقش فيها مهمه لكل بيت مصري ومهمه لكل فرد داخل الاسره المصريه النهارده والله احنا صحينا على انا شخصيا على خبر مؤلم جدا 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 وهو خبر وفاه شهيد الواجب الدكتور عبد اللطيف دبور من قسم المسالك البوليه في مستشفى السنبلاوين العام. هذا الشهيد اللي ضحى بنفسه وضحى ان هو يكون فدى الوطن في في الازمات بنتمنى له يا رب الرحمه ونتمنى لكل الطاقم الطبي داخل المستشفيات المصريه بكل الصحه والعافيه. كان خبر مؤثر لنا جدا 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 وفاه احد الشهداء الابطال دكتور عبد اللطيف دبور وفي نفس الوقت يعني كنا فرحانين من تعافي الدكتور ياسر شعيب مدير مستشفى السنبلاوين العام كل للاسره خالص العزاء ونتمنى له الرحمه وهو فعلا كان شهيد الواجب وشهيد الرحمه. احنا بنعرض هذه الامثله عشان يبقى عندنا نوع من انواع الوعي احنا يا جماعه في ناس بتموت نفسهم عشان احنا نطاعز عشان احنا نهتم شويه بالوعي وبالامور الخاصه بالتباعد الجسدي وبامور الوقايه الخاصه بفيروس كورونا اللي احنا شايفين ان هو انتشر بشكل سريع داخل العالم العالم كله ومحدش عارف لسه اه في انباء وهنأكد عليها النهارده في حلقتنا عن العقار الجديد وازاي العالم كله ابتدى ان هو يستقر نوعا ما ولكن مع عدم الالتزام بتظهر موجات جديده من نفس الفيروس وبتظهر موجات جديدة من فيروسات أخرى بيحصل لها عملية من عمليات التحور، مع العلم إن احنا يعني إجراءات الوقاية ما أظنش إن في بيت دلوقتي في مصر مش عارف استخدام الكمامة، مش عارف استخدام الكحول والمطهرات والمعقمات، مش عارف على الأقل اللي هو غسيل الأيدي بالميه والصابون اللي هو الشيء عادي جدا. من هنا من هنا عايز أقدم تحية شكر وتقدير لكل الطاقم الطبي وطبعا على راسهم الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه اللي يعني فعلا في مصر كلها بنقدم نموذج محترم نموذج يحتذي به كل دول العالم في الخدمات الطبيه كتير من الناس ما يعرفوش ايه اللي بيحصل داخل مستشفيات العزل، كتير من الناس ما يعرفوش ان ازاي الدكاتره دول سايبين بيوتهم وسايبين اهاليهم وسايبين اطفالهم وسايبين حياتهم بالكامل عشان ي... عشان يتفانوا في خدمه المواطنين ويتفانوا في خدمه المريض المصري. وإما أن يعني الموضوع بيعدي على خير أو من ضغط الشغل أن هو بيحصل أن هو كاتش الإنفكشن أو أن هو بيصاب بهذا الفيروس وبيكون النتيجة أن يوم ورا يوم بيسقط شهيد من شهداء الجيش الأبيض. فكل ما بنشوف شهيد من شهداء الجيش الأبيض ده بيحملنا مسؤولية. وبيحمل حضرتك وحضرتك وأنتوا قاعدين في البيت مسؤولية. مسؤولية إن إحنا نزيد الوعي ونكون إحنا أحد أساليب هذا الوعي ننبه أطفالنا ونعلم أطفالنا يعني ليه يا جماعة ما يبقاش منهج حياة إحنا حضرتك وحضرتك كل يوم في طبيب أو ممرضة أو صيدلاني أو كتير من الطاقم الطبي بيسقطوا شهداء ربنا يرحمهم طب إيه المقابل؟ المقابل إن إحنا مستهترين المقابل إن إحنا ما عندناش وعي ولا بنعلم اولادنا الوعي ولا بنربي اولادنا على هذا الوعي إيه لو نشوف حال الدكاتره في مستشفيات العزل وازاي يعني يكفي لبس البدله والكمامه مش كمامه واحده لا ده اكتر من كمامه والفيس شيلد وبعد الفيس شيلد في تعقيم بشكل معين ده غير البدله الداخليه والخارجيه كل ده عشان يكون في خدمة المريض. طيب لما الدكتور ده بيخرج للشارع بيلاقي مدى الاستهتار اللي في الشارع المصري، مدى التجمعات اللي في الشارع المصري، مدى عدم الاست... يعني احنا احنا بنستهتر بايه؟ احنا احنا لما بنقول الجيش الابيض هم فعلا الجيش الابيض لان هم بيحاربوا عدو غير يعني غير واضح وغير مرئي وغير محدد الابعاد. احنا في معركة كبيرة والحمد لله وصلنا لمراحل كويسة جدا 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 بس عايزين نستكمل عايزين نكمل عايزين نشوف ايه يعني نتيجة تعبنا قريبا ان شاء الله هنبشر كل المصريين ان احنا عندنا منتج مصري لعلاج الكورونا هقول تاني قريبا هنبشر كل المصريين ان في علاج مصري علاج مصري يعني ميد ان ايجيبت من صناعة المصريين ونرفع شعار دوائي مصري ونقدم أكبر هدية لهذا الوطن الغالي أتمنى أن احنا يعني نشوف صورة الناس في المستشفيات شكلها إيه ومدى المجهود اللي, اللي بيعملوه عشان أنت حضرتك تقعد في البيت آمن تقعد في البيت مطمن تقعد في البيت حاسس ان انت وراك جيش من المستشفيات والاطباء والصيادله والممرضات والممرضين في خدمتك. طيب المقابل ايه؟ المقابل ان انا يعني اقدر مجهود الناس دي، اقدر مجهود ان هو كل يوم والتاني يبقى فيه شهيد من الصيادله او شهيد من الاطباء او شهيد من الـ من الـ من التمريض. يعني اتمنى ان الشباب لنا حد كده من احد مستشفيات العزل طيب نطلع فاصل يا جماعه ومعانا فقره مهمه جدا 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 مع الدكتور عبيل عادل انور هنتكلم عن موضوع مهم وهو اعرف دوائك محطه مهمه استنونا رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا هدية لكل بيت مصري ومعانا ضيفة عزيزة علينا الزميلة العزيزة الدكتورة عبير عادل أنور أنا طبعا ببقى سعيد وبفتخر لما يكون ضيفي يعني زميل ليا صيدلاني احنا طبعا أول مرة نتشرف بحضرتك الدكتورة عبير صيدلانية صيدلانية أكلينيكية ومشرف مركز معلومات الأدوية بمستشفى الملك فهد التخصصي سابقا وحاصلة على البورد الأمريكي فارماكو سيرابي وكريتيكال كير وحاصلة على بورد الجودة الصحية تخصصات ممتازة جدا 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 لما نلاقيها وسط الصيادلة وإن احنا عندنا في مصر كفاءات بنعلم بيها العالم كله بنعلم بيها الدول العربية في مثل هذا التخصص وحضرتك مثال مشرف لكل صيادلة مصر <applause> النهاردة دكتورة هنتكلم على موضوع جديد وموضوع ممكن يكون قلائل ناقشوه وهو موضوع تناول الأدوية في البيوت المصرية والسلوكيات اللي احنا بنشوفها كل يوم الأول مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا بالنسبة لسلوكيات الأدوية في مصر وفي معظم الدول العربية عايزين نقول إن بعض الناس طبعا مش كلهم وجزء من السلوكيات الخطا دي بيتحمل على المرضى وجزء الثاني طبعا على الاطباء والصيادله اللي بعضهم للاسف برضو بيمارس ممارسات خطا. يعني مثلا من السلوكيات الغلط اللي بنشوفها ان احنا بنحب نشارك الادويه، بنحب نشارك بعض الادويه. يعني لو اخذنا مسكن وبقى كويس معانا لو اخذنا فيتامينز لو اخذنا مضاد حيوي وبقى كويس خلاص مفيش مانع ان انا ده ده كلام مهم جدا 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 ان عميل. احنا يعني ده كمان احنا احنا حضرتك بنشارك مع المريض بغض النظر يعني انا من تخصص حضرتك اللي هي الكلينيكال فارماكولوجي او بطريقه مبسطه ان احنا بنتكلم ان هذا التخصص بيهتم جدا جدا بالتاريخ المرضي للمريض فكل مريض سواء كان مريض هيباتيك او مريض كبد او سكر او كده اه له طريقه بتشخص بيها غير كده ف... ف لو كل يعني لو كل العلاجات هتبقى لها نفس التاثير على كل الناس طب ما الناس كلها ما كانش يبقى في دكتور ولا يبقى في دواء هو حاجه واحده بس تنفع لكل الناس اكيد ف... سلوكيات زي ما حضرتك بتتكلمي على سلوكيات مشاركه الادويه من النادي من الصديق من الجرايد من الاعلانات الإنترنت من الانترنت مهم جدا موضوع الانترنت طيب حضرتك شايفة أن ده بيمثل مشكلة كبيرة أو بيمثل محتاجين نوع من الثقافة الدوائية أنها تنتشر بشكل أكبر في المجتمع المصري؟ إحنا محتاجين أن إحنا ناخد الثقافة بتاعتنا سواء الطبية أو الدوائية ناخدها من مصدر تاني غير موضوع الإنترنت أو السوشيال ميديا للأسف مش كل الدكاترة برضو بتنقل المعلومة بالأمانة العلمية الكافية فلازم نتعرف على المواقع الموثوق فيها اللي نقدر نقرا فيها عن الادويه وناخد منها الثقافه الدوائيه الصح لكن للاسف احنا بنفتح عموما الانترنت بنفتح جوجل بنتفرج على اي دكتور موجود على السوشيال ميديا بدون ما نسال هل ده موثوق فيه ولا لا هل الكلام اللي بيقوله ابديتد او فعلا حديث ولا لا ده بيقوله كلام قديم جدا يمكن من عشر سنين وفي حاجات حديثه دلوقتي نزلت فلو طب سمعنا أحيانا, أي احيانا دكتورة بنشوف كلنا احنا كمتخصصين ممكن بنضحك على مثل هذه الفيديوهات اللي هي بتبقى عناوين شيقه قوي زي مثلا خس باربعين قرش في اليوم مش عناوين بالمنظر ده بيبقى الهدف منها جمع المشاهدات وللاسف يعني هنقول بينخدع فيها الكثير من الناس فزي ما بيقولوا خدعوك فقالوا ايوه طيب <applause> عايزين نحط كام جمله كده تحت يعني تايتل او تحت عنوان خدعوك فقالوا يعني من ضمن تحت خدعوك فقالوا ان هم قالوا مثلا ان ان التخسيس ليه دواء ليه كبسوله اقدر اخد كبسوله خلاص انا أخس تخصيص ألف ب ان انا احافظ على الرياضه، احافظ على شرب الميه، اخد دايت متوازن، سعرات حراريه قليله، لكن ما فيش حاجه اسمها كبسوله هاخدها النهارده وبعد يومين هخس 3 كيلو هخس 5 كيلو ونقول ان هي سواء غاليه او رخيصه، وللاسف ان معظمهم كمان بتكون حاجات مش مرخصه. ممتاز جدا يا دكتوره يعني حضرتك بتقصدي ان في التخسيس ما فيش عصايه سحريه ما فيش دواء اسمه ان انا هاخده من هنا بكره مفيش حرق دهون مفيش حاجه اسمها حرق دهون الجمله دي موجوده يعني اه انا عايزه نحت الجسم وحرق الدهون نحت الجسم وحرق دهون يعني ما فيش عصايه سحريه واي دواء يعني انا فهمت كلام حضرتك صح ان اي دواء في الدنيا هو بيحتاج نظام غذائي بيحتاج دايت بيحتاج و... رياضه لكن اللي هو انا مش عايز اعمل اي حاجه واخد الحبايه دي والدنيا وأنا تبقى تمام الواحد دي؟ أو لا ده ده مش موجود يبقى كده بيضحك عليك اكيد طيب احنا عندنا مشكله كتير جدا وخصوصا الـ يعني الساده المشاهدين من ابائنا وامهاتنا اللي بيسمعونا بتلاقيه هو حضرتك ماشي معاه يعني صيدليه كيس ادويه, كيس أدوية, أدوية كتير منه دواء الضغط ودواء السكر ودواء القلب وادويه كتير ودواء الغده ممكن. ربنا طبعا يشفي ابائنا وامهاتنا ويا رب يمتعهم بالصحه وهم وكل المصريين آه نقدر نقول لهم ايه او يعني اكيد الادويه الكتير قوي دي اكيد في تدخلات او اذا يعني عايزين نبسط الموضوع ان في تفاعلات, تفاعلات ممكن تحصل مع الادويه دي أكيد. آه نصيحه نقول لهم ايه انا دايما بقول لاي شخص بياخد اكتر من دواء بالذات اصحاب الامراض المزمنه عموما في اي سن سواء السن الصغير او الكبار كبار السن بقول لهم ان انت لو بتاخد ادويه كتير دايما تشيل معاك لسته ادويه زي ما انت شايل كده البطاقه في المحفظه على طول شايل لسته الادويه بتاعتك آه ربنا يشفيهم ويعافيهم بياخدوا مثلا حوالي 11 دواء 12 دواء سجل لسته بكل اسماء الادويه بتاعتك داخل الصيدليه تقول له ان هي دي لسته الادويه اللي انا باخدها لو سمحت الدواء اللي هتدهوني ما يتعارضش مع الدواء الادويه بتاعتي داخل لدكتور في عياده غير الدكتور اللي انت بتتابع معاه في الاول برده بتوري له لسته الادويه اللي بتاخدها بحيث ان احنا نقلل من فرصه ان يحصل تعارض تاني حاجه بقى على عاتق طبعا الصيادله انه لما تجيله روشته فيها مجموعه من الادويه كبيره جدا ازاي ان هو يعمل البيشنت اديوكيشن او ان هو يعلم المريض خد الادويه دي في مواعيد ازاي وازاي ان انا افرق ما بين الدواء والتاني بحوالي ثلاث ساعات او اربع ساعات وخد الدواء ده قبل الاكل او بعد الاكل لكن ما ينفعش يسيبه ياخد مثلا خمس اقراص مع بعض في نفس الوقت قرصين مع بعض في نفس الوقت ده بيزود فرصه التدخلات او التفاعلات الدوائيه ممتاز جدا يا دكتوره بس انا وحاجة بتتكلمي كده خطر في بالي حاجه طب تقولي ايه للمريض اللي بيتعامل مع صيدليه ما فيهاش صيدلي؟ يعني طب الصيدلي هيبقى عارف البيشنت اديوكيشن هيبقى عارف من غير زعل؟ من غير زعل من غير زعل ما تتعاملش معاها ما تتعاملش معاها ما تتعاملش معاها إيه الصيدليه اللي ما فيهاش صيدلي ما تتعاملش معاها انا بحيي حضرتك على الإجابة دي وفعلا أنا من هنا من مكاني بدعو حضرتك أيا كان إيه الدافع وأيا كان إيه المغريات عشان تتعامل مع صيدلية ما فيهاش صيدلي ما تتعاملش معاها وكمان هأكد بقى على كلمة إيه صيدلي مؤهل مش صيدلي بس وخلاص خد الشهادة وقعد صيدلي مؤهل والصيدلي المؤهل مش ان انا اخد البكالوريوس واقعد يعني المفروض ان انا بعد ما باخد البكالوريوس باخد كورسات زي الطبيب الطبيب لو اخد يعني البكالوريوس وقعد خلاص يعني مش هيعرف يمارس بشكل صح لا المفروض ان انا باخد الدراسه بتاعتي وبعد كده باخد الكورسات اللي تاهلني ان انا ابقى كويس في موضوع البيشنت اديوكيشن تاهلني ان انا ابقى كويس ادي معلومه دوائيه صح إيه وقعد البيشنت وعلمه عن التفاعلات الدوائيه والاثار الجانبيه للدواء وازاي ان حتى الدواء بيتفاعل مع الاكل اللي انت بتاخده دلوقتي وازاي ان انت تاخده مهم جدا قبل. مهم جدا يا دكتوره فعلا ان احنا نرجع للثقافه الدوائيه والدور الصيدلي المهم جدا وحضرتك يمكن من الامثله المشرفه للصيدلي اللي بيطور من مهاراته اه كمان احنا اه كنا قبل ما حضرتك تشرفينا كنا بنتكلم عن الكورونا والعزل وازاي يبقى ما هو ده من ضمن التعليم الصيدلي للمريض اه معانا دكتوره سماح السيد رئيس قسم مكافحه العدوى بمستشفى الحوامديه دكتوره سماح الو مساء الخير يا دكتوره مساء النور يا دكتور اخبار حضرتك ايه الحمد لله تمام اه حضرتك كرئيسة قسم مكافحة العدوى في مستشفى الحوامدية طمنيني كده عن الحالات اللي عندك وطمنيني عن الوضع وقولي لي كده الدنيا عندكم اخبارها ايه بالنسبه لنا احنا أه بالنسبه لكم انتوا في مستشفى الحمديه اه لا احنا الحمد لله محققين نسبه شفاء عاليه جدا الحمد لله رب العالمين في المستشفى أه عندنا ما فيش نسبه اصابات في الطاقم الطبي خالص الحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي الحمد لله بس هي المشكلة إن إحنا كمان الحالات بقى دلوقتي بقت حالات كريتيكال اللي لنا هو حضرتك حضرتك يا دكتورة إحنا لسه كنت مع الدكتور عبير كنا بنتكلم على نماذج مشرفة لصيدلة مصر. تمام؟, تمام؟, تمام. وانا يمكن الساده المشاهدين شايفين الصور بتاعت حضرتك معانا على الشاشه وحضرتك من افضل النماذج المشرفه كصيدلانيه ورئيسه رئيسه لقسم العدوى بمستشفى الحوامديه. دكتوره سماح انتي كصيدلانيه احساسك ايه وانتي تعتبري دلوقتي من الجيش الابيض حضرتك بقالك كم يوم ما خرجتيش من المستشفى؟ بقالي سبع اسابيع سبع اسابيع من اول شهر خمسه اه شهرين طب يعني اديني كده ملخص لليوم بتاعك بيبقى شكله عامل ازاي؟ لا ملخص اليوم بتاعنا احنا صعب جدا يعني احنا شغالين هنا ام 24 ساعه. اه تقريبا احنا ما بننامش احنا فعلا مجهدين جدا 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 جدا. ف... اه أنا شايف صور داخل داخل العمليات كان تقريبا في اه قيصرية قيصريات لا قيصرية قيصريات احنا اه, اه قيصريات احنا حتى في قيصرية لسه شغالينها دلوقتي لسه خارجين منها دلوقتي اه يا رب هي طبعا تقول. أنا أنا صيدلانية بس دوري دوري ان انا كرئيس مكافحه العدوى ولا رئيس القسم فان انا بخش في كل قسم في المستشفى وبتابع كل الاجراءات ممتاز جدا يا دكتوره لأ... و... آه وده يعني انا شايف ان ده من الامثله المشرفه ونفتخر جميعا ان احنا صيادله ومن ومن بيننا نماذج زي حضرتك طيب يعني اديني كده يعني حضرتك سايبه البيت سبع اسابيع أه طب بالنسبه للبيت والاولاد والاسره يعني ايه احساسك او هما بيتعاملوا معاك ازاي أو, او انا بس عايز اوصل للمشاهد ان ان في ناس بتتفانى وبتموت واحنا مستهترين يا دكتوره سماح لا كتير والله كتير أحنا يعني انا ده فعلا عبء علينا كلنا احنا كلنا تعبانين انا فا... انا نفسي اشوف اولادي يعني انا نفسي اشوفهم مش قادره اخرج من المستشفى وخايفة إن أنا أخرج من المستشفى وأسيب الوضع ده، وبعدين إحنا بالنسبة لنا هنا الدنيا أمان. يعني أنا في مرة كده في يوم واحد بعد بعد شهر خرجت نص ساعة بره المستشفى علشان أجيب حاجتي من البيت وأرجع تاني أكمل العزل. فجيت الناس في الشارع فوق بعض. يعني إحنا في موال إحنا في عالم وهم في عالم تاني خالص، الناس في الشوارع فوق بعض، ما اي مسافات ما بينهم مفيش اي حاجات وقائيه لا انا شايف هنا. انا شايف يا دكتوره انا شايف هنا صوره حضرتك وانتي لابسه بدله العزل ولابسه <applause> واضح ان في اكتر من كمامه وواضح ان في ماسك وفيس شيلد وحاجات كده البدله دي صعبه جدا على فكره في اللبس ومحدش بيقدر يتحملها يعني البدله دي انت متخيل ان في ناس بتدخل شفتات 12 ساعه وهي لابساها 12 ساعة وهي لابساها 12 وهي لبسها وده صعب جدا 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 يا دكتوره انا يعني من خلال تجاربي مع مثلا كمامه زي الان 95 صعبه جدا يعني صعب جدا لا ده البدله نفسها اللبس نفسه كاملا ده صعب جدا يعني اللي بيدخل بيه وبيقعد ساعه ساعتين بعد ثلاث اربع ساعات بيبدا يشبر مش شايف اي حاجه قدامه آه. يبدا كله جسمه كله بيشر ميه بنبقى خارجين كده حالنا صعب جدا طيب انا 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 عايز انا عايز يا دكتوره قبل ما اختم معاكي عايز رساله توجهيها للبيت ورساله توجهيها للمستهترين او اللي احنا بنشوفه في الشوارع المصريه لا والله انا نفسي الناس تلتزم في بيوتها اه دي امنيه احنا بنتمناها يعني انا حتى كتير بقينا نقول يا جماعه اقعدوا في بيوتكم علشان احنا نرجع بيوتنا الله يا دكتوره هي فعلا لازم الناس تقعد في بيوتهم عشان الناس اللي بتموت من الجيش الابيض يقدر يعود لاهله ويرجع لاولاده رساله يا دكتوره توجهيها لبيت حضرتك ولاولاد حضرتك وعايزه تقول لهم ايه والله انا اولادي وحشوني جدا 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 اتمنى يعني ان هم يكونوا سامعيني دلوقتي انا بحبهم جدا 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 بس معلش احنا مضطرين ان احنا نضحي مضطرين ان احنا نقعد هنا ان شاء الله الغمه دي تنجح ان شاء الله دكتوره وان شاء الله ترجعي لاولادك بكل سلامه انا فخور بك يا دكتوره سماح وفخور بكل اعضاء الجيش المصري وان شاء الله تكوني معانا بعد ما تنقضي هذه الازمه ونفتخر بيكي جميعا كنموذج مشرف لصيادلة مصر شكرا يا دكتورة زي ما احنا شايفين الموضوع يعني موضوع مؤثر جدا 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 يعني انا يا ريت اي حد بيسمعنا دلوقتي وشايف مشاعر الام ومشاعر الدكتوره اللي هي سايبه اولادها ما كانت ممكن تقول انا مالي كان ممكن تشوف واسطه وينقلوني مش عارف فين زي ما ما كتير بيحصل طيب نرجع مم. لموضوعنا يا دكتوره ونتكلم عن السلوكيات الخاطئه والادويه الكتير اللي الناس بتستخدمها وممتاز جدا فكره ان يبقى الواحد ماشي معاه إيه وياريت يبقى كاتب يعني انا مريض ضغط انا مريض سكر حتى لو دخل في في غيبوبه او مشكله معينه يبقى الناس يبقى عارفه الناس هيتعامل في معاه فيه. على ايه بره حتى المريض اللي بياخد ماليفان او بيبقى لابس زي اللي آه هي الباندسوره او اللي هي مكتوب عليها ان اسمه ورقم تليفون وان هو مريض بياخد ماريفان او دواء سيوله او ان هو مريض كانسر او سرطان يعني بيبقى في باند كده مميزه لكل مريض طيب سؤال بنسمعه يوميا وبنشوفه يوميا اللي هو يقول لك لا 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 ما اصل انا باخد اعشاب ها. تمام إيه. طب هل الاعشاب ملهاش تدخلات دوائيه او هل الاعشاب ما بتاثرش على الادويه اللي المريض بياخدها ولا راي حضرتك ايه؟ لا طبعا حتى الاعشاب لازم برضو لو انا موجوده عند الدكتور او في الصيدليه لازم برضو اقول له ده انا باخد اعشاب ده انا باخد جينسنج ده انا باخد حبه البركه باخد بشرب دايما باستمرار مثلا حلبة فحتى الاعشاب لازم ان انا اذكرها سواء للدكتور او للصيدلي بالذات اصحاب طبعا الامراض المزمنه اللي هم بياخدوا اكتر من دواء، فوارد ان الاعشاب تتداخل مع ادويه زي دي، زي مثلا على سبيل المثال الكركم، الكركم بيقلل من امتصاص الحديد رغم ان هو مضاد للاكسده وكويس. دي دي معلومه دي معلومه مهمه جدا يا دكتوره لان ممكن تكون احد المرضى او احد اللي عاملين متابعه حمل يكون بياخد حديد عشان يعلى نسبة الحديد وفي نفس الوقت هي بتحط في أكلها كركم أو بعيد. بتستخدم الكركم بكميات فدي معلومة مهمة الكركم مع الحديد ده نقطة مهمة أنه بيقلل من امتصاصه يعني والأعشاب الإسراف يعني في أن أنا أشرب أعشاب سواء أنا كويس أو أنا عندي أمراض مزمنة يعني الإسراف في أي حاجة لا ما هو بيقولك يا يعني دكتورة ده يعني لا. أعشاب يعني أعشاب لا زيادتها او الاسراف فيها ليها الاثار بتاعتها زي وقت تاثر على الكلى تعمل حصوات تاثر على الكبد يعني الاسراف برضو في الاعشاب ليه الاثر بتاعه على كل عضو من اعضاء الجسم طيب الفيتامينات يا دكتوره او الفيتامينز بشكل عام هل برضو زيها زي الاعشاب ان هي الاسراف فيها ممكن يسبب مشكله الفترة اللي فاتت كان في علشان طبعا كوفيد 19 او عشان الكورونا كانت الناس عماله تاخد فيتامين دي وجرعات عاليه جدا يعني كانوا بياخدوا ال 10000 وحده في اليوم ال 50000 وحده في اليوم الفيتامين طيب د بالذات اللي طيب آه احنا ناخد ناخد اتصال دكتوره معانا الاستاذ محمد من القاهره الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور حلمي ازيك يا استاذ محمد انا فرحان جدا إني بكلم حضرتك والله ربنا يكرمك انا وشك منور النهارده بالفعل ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك <applause> الله يخليك يا دكتور ممكن ممكن اكلم الدكتور شويه؟ اه اتفضل يا فندم <applause> الله يخليك ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك اتفضل حضرتك يا فندم منوره ده نور حضرتك اتفضل انا انا بس كان ليا سؤال عند حضرتك اتفضل اه... اه اتفضل يا استاذ محمد اتفضل هو هو اعراض الاعراض اللي الواحد بيحس بيها لو في حاله ال يعني ان الواحد يحس ان هو اتعادى امتى وامتى يعني تحس ان هو احساسه مش حقيقي. حضرتك آه تقصد اتعدي كورونا. اه بالظبط يا فندم. عشان الواحد الايام دي كل واحد عنده عمليه في في وسواس عنده كل شويه يعمل مطهرات يعمل مش عارف ايه بس الواحد حاسس فعلا من كتر الاحساس اللي عنده احساس الوسوسه اللي عنده دي بقى حتى فعلا ان هو بقى عنده كورونا وهو اصلا ما عندوش بس هو الموضوع ده معانا مع مع المجتمع كله فارجو حضرتك النصيحه اللي, اللي تبديها للدكتوره أه الدكتوره هتجاوبك يا استاذ محمد وهنسمع الاجابه من الدكتوره أه عايزه عايزه اقول له اقول لكل المشاهدين ان يعني مش حكايه ان انا اشك ان عندي الكورونا ولا لا او امتى ان انا اعرف الاعراض معروفه كلنا عارفينها اللي هي الحراره الكحه دلوقتي شويه تكسير في الجسم او ان انا افقد حاسه الشم او التذوق اعراض كتير جدا ممكن توصل للتابر قوي حد كمان ممكن ضيق في التنفس يعني أو ضيق كمان ضيق في التنفس أو آه. لكن الفكره مش في الاعراض هي الفكره ان انا لو العداد بتاعتي نفسها او ان انا مش أخد احتياطاتي كويس لا اعرف ان انا اكيد اكيد خلاص قريب يا يا خلاص هتصاب لو انا بخالط ناس كتير لو انا دايما المسافه مش متر متر ونص الكمامه مش بغسل ايدي بشكل مستمر بعد لمس الاسطح لمده 20 ثانيه او 30 ثانيه فكل الكلام ده لو انا مش بلتزم بيه ابقى عارف ان انا اكيد يعني هتصاب اكيد يعني انا ما 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 احتملش اكتر من كده ان انا ما انا مش واخد احتياطاتي مش واخد فما اقولش انا بتهيألي ان انا نصف. اتصبت خلاص لا انا انا كده بتاكد أنا ما آه بالاضافه الى عمل المساحات عشان يبقى يعني نقطع الشك باليقين لو لقينا ازمه في موضوع المساحات بنحلل الاول صوره دم بنعمل اشعه مقطعيه على الرئه بن بنشوف السي ار بي او سرعه الترسيب آه يعني حضرتك من وجهه نظرك ايه ابسط شيء يقدر حد يعمله لو هو شاكك او عنده الوسواس وممكن يكون تكلفه المسحه يعني غالي عليه شويه يعني ابسط حاجه هي صوره دم الكامله عشان نشوف كرات الدم البيضاء ممكن سرعه الترسيب السي ار بي الفيرتين بنشوف الدي دايمر الثلاثه دول ممكن نعملهم مبدئيا علشان نطمن ان, إن شاء الله بالاضافه للاشعه على الـ الاشعه لو في اعراض بقى اه لو في الاشعه اكيد بقى لو في كحه وفي اعراض لا نعمل بقى اشعه مقطعيه ونطمن على الرئه الرئه. طيب الاستاذ محمد لفت نظرنا ونظر الساده المشاهدين لحاجه معينه ان الكل منتظر العلاج السحري. يعني احنا منتظرين الدواء المخلص يطلع بقى هو مصري يطلع هو هندي يطلع م. ايا كان مصدره امريكي صيني بس احنا منتظرين العلاج السحري تمام ويوميا بنسال ايه هل ظهر ما ظهرش ظهر ما ظهرش وان كان ان احنا بالمناسبه احنا باحتياطنا بالوقايه هيبقى اكيد افضل من العلاج تعليق حضرتك على المشهد وعلى انتظار العالم كله للدواء السحري سواء جاي روسي او جاي امريكي زي ما بيقولوا او حتى مصري الأدوية اللي موجودة دلوقتي في سباق طبعا في موضوع الأدوية وأبحاث كتيرة شغالة ودراسات سريرية اللي بنقول عليها أو الكلينيكال ستادي على أدوية كتير جدا وعلى أمصال للوقاية كتير جدا ولازم نفرق ما بين إن احنا هنلاقي دواء أو نلاقي مصل هنلاقي دواء يعني احنا المقصود يعني ان احنا الدواء خلاص أوه. لكن هنلاقي مصل يعني عشان الوقايه المخارج. بقى عشان يحمينا كلنا يعني آه فموضوع الادويه من الادويه المبشره اللي مستنيين كمان نعرف عنها اكتر ونعرف عن فعاليتها اكتر هو الريمديزيفير آه اللي بدا ان شاء الله يتصنع في مصر تبع آه شركه آه ممتاز آه جدا خد التصريح هو دلوقتي هو في مصر اه طبعا هو خد التصريح آه شركة, آه شركه إيفا, إيفا. آه ان هو ينتج وكانت حاجات آه يعني مبشره جدا ان احنا شفنا فعلا فيديوهات آه من داخل من داخل المصنع, آه المصنع آه شركه أيوه. إيفا فارما ايه تاني يا دكتور احنا عايزين بقى الوقت الباقي من الحلقه نخليه كلها في المبشرات او الحاجات, الحاجات الايجابيه الايجابيه احنا يعني عايزين نبعد عن الاخبار السلبيه بالظبط كده يا دكتور في اللقاح ان شاء الله اسرع لقاح فيهم اللي هو لقاح اوكسفورد ان شاء الله خلاص دخلوا المرحله الثالثه او فيز 3 وباذن الله ان شاء الله يكون متواجد في سبتمبر او اكتوبر بالكثير الامصال اللي وراه على طول برضو خلاص يعني سريعه زيه هم مصلين مصل شركه اللي هو وندرد او اللي هو بتاع امريكا او اليونايتد ستيت والمصل بتاع الصين الاثنين وراه في الاثنين جايين في نفس يعني اخر آه. حاجه في شهر 12 ان شاء الله ديسمبر هم كمان ديسمبر القادم اه ان شاء الله يعني احنا نقدر نقول ان يعني الثلاثه دول هم لغايه بنتكلم فيهم لغايه ديسمبر سبعه باقيين لا أوه. بنتكلم في في اول سنه واحد على عشر. فكره بقى دكتوره اعتقد ان مصر هتسبق وهيكون قبل شهر ان شاء الله قبل شهر 12 هيكون عندنا الدواء المصري اللي احنا كلنا بنحلم بيه وبنتمناه ان شاء الله إيه يمكن حضرتك متابعه كتير دلوقتي لما شافوا تصريح جاي من البي بي سي عن ان الدكس ميسازون بيستخدم يعني الناس ماشيه في الشارع عمل بت... عمل اضطراب جامد وعمل سوء فهم وهي مش للحالات اللي مش, ال... مش للحالات اللي هي نقول يعني الناس خدت الدكس ميسازون باخطاره احنا الدكس ميسازون وهروح اجمعه وأجيبه من الصيدليه وما موجود وما بقاش موجود وهما طيب مش عارفين ايه هو الدكس ده يا دكتوره او يعني ايه دكس هو نوع من انواع الكورتيزونات ولسه دراسه طالعه امبارح اخر حاجه في بريطانيا أوكسفورد قالوا ان هو الدواء السحري بالنسبه لهم بس في, حل... في علاج الحالات الحرجه جدا اللي موجوده على اجهزه التنفس الصناعي او الفنتليتور مش للحالات العاديه مش للوقاية. او او للوقايه لا ده ولا ده زي البلاكونيل ما استخدموه للوقايه هو مش للوقايه <applause> طب يا دكتوره سؤال ماذا يحدث لو اخذنا الديكساميسازون او ايا كان اسمه اللي هو اللي هو عايزين نعرفه برضو بالاسم الدارج عند المصريين كورتيزون ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لمتعاطي الكورتيزون بكميات على وهم ان هو ده نوع من انواع الوقايه اول حاجه هو بيدور على الوقايه اول حاجه ان هو هتنزل يعني انا واحد باخد كورتيزون انا مناعتي هتنزل حتى احنا بنبقى قلقانين دلوقتي على مرضى الكلى او مرضى الروماتويد اللي بياخدوا بريدنيزولون او بياخدوا كورتيزون يوميا قلقانين عليهم لان مناعتهم كده في ريسك ان هم ياخدوا الفيروس بسهوله فاول حاجه ان المناعه تنزل بتاثر على لو لو احنا سلام يعني ومش مرضى امراض مزمنه بتاثر على الضغط بتاثر على الكلى بتبتدي تاثر على اعضاء كتير في, في الجسم تعمل تورم بتاثر على الاعصاب فيعني كلنا عارفين اضرار الكورتيزون عامله ازاي والدراسه واضحه وصريحه بتقول ان الديكسامثيزون لعلاج الحالات الحرجه اللي موجوده على جهاز التنفس الصناعي لا احنا عايزين بقى نخوف الناس اكتر شويه دكتوره ونقول لهم الحاجه اللي هم بيخافوا منها ان الكورتيزونات او بتخن فاللي عايز يتخن اه يعني دي الحته اللي <applause> او اللي عايز الفيس مون اللي آه هو المون فيس الحته بقى اللي بتخوف الناس كلها ان المنتجات دي او الكورتيزون على فكره الكورتيزون يستخدم في علاج كل شيء وبيبوظ برضو كل شيء, كل شيء. آه كنت سعيد النهارده بيكي جدا دكتور عبير عادل انور صيدلانيه أكلينيكية ومشرف مركز المعلومات الدوائيه بمستشفى الملك فهد التخصصي سابقا والحاصله أوه. على البورد الامريكي فارماكو وكريتيكال كير وحاصله على بورد الجوده الصحيه أنا كنت سعيد بيكي جدا وان شاء الله ما تحرميناش من لقاءات اكثر <applause> عمقا واكثر خدمه للشعب المصري ونعرف يعني ايه الصيدلي الاكلينيكي ودوره في المستشفيات ودوره في الصيدله شرفتينا النهارده وان شاء الله معانا في حلقات تانية سعيد جدا ان انا موجود النهارده معاكم في قطار مصر وان شاء الله هنلتقي الاسبوع القادم ومحطات تانية قطار مصر هيقف في المحطه اللي تناسبك